صبحكم الله بالخير متابعينا الأعزاء من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة علي صادم مكتوب باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلاب العلاوي. على السادة أصدقائي وأعزائي، هذا البلبل اللي نشرناه البارحة وكتبنا شو تقولون طور لو أليف، أنا من نشرته السالفة بيها رباط. المهم هذا أليف، أو هذا من طيور الخاصة تقريبا عمره 3 سنين أو أكثر، موجود طبعا الفيديو مالته بالقناة، محمل له فيديو طبعا من كان بالبستان بالعش، هو والنثيه اللي وياه كانت بالعش. تخريجي طبعا ظل يمي تقريبا 6 اشهر من عمر من العش، العمر صار 6 اشهر، اخذه قرايبي. النثيه طبعا ماتت، صارت انحصرت بيضه وماتت ما طلعت من عندها. وهذا الفحل ظل عمره تقريبا قلنا ويا اليوم يعني تقريبا 3 سنين، اقل شويه ازيد شويه. المهم يعني الطير تخريجي، تخريج صحيح، كان مخرج جوه طور صيد العطيفيه، طور علواجي حلو، هم الطور منشور بالقناه تقدرون تشوفوه هسه، هم راح اخلي لكم الصوره مالته. الطير تخريج صحيح 100%. طبعا شويه هسه هنا عازله بالمخزن بغرفه حتى ما يشوف احد، لان اكو اليفات مني يطلع من يم صاحبهن يموتن، يعني شلون احنا نقول من القهر يموت، لان ما يشوف صاحبه يموت. فانا شويه خاله بفتره نقاهه يعني هنا واحده بالغرفه ما يشوف احد، حتى شوي شوي يتأقلم على الجو ويتعلم من جديد. المهم صاحب السافر قرايبي خلاه يمي فترة بين ما يرجع، فحبيت أصور لكم الأليف من تخرج قد حلو، من تخرج صحيح. هذا رباط السالفة ليش نشرت لكم. احنا جاينا هسه موسم أفراخ، زين دائما ننوه لو تخرج على تسجيل من اليوتيوب تختار لك تسجيل مقطع حلو، لو تجيب لك بلبل وحشي حتى لو بلبل وحشي من هذا الرخيص وتخليه بالبيت حتى لو يسمع من عنده، بس البست بس الصياح احسن ما يتخرج صافوره ويكون بلبل اليف مزعج. هذا بلبل هسه انتم قدامكم، يعني البارحه اغلب الاجابات اكثر من 75% قالوا طور، حنجره لسانات حلوه، شكل هسه تشوفون شكله ايش قد حلو، وهذا اليف. تعال شوية عالي مكانه. المهم هو اليف طبعا طينة لي هالسنة متعلم عليه الطير هاك. بس شوية يحط بمكان ناصي حتى نوكله قدامكم. طبعا الطير فيه هسه مستغرب من عندي ومستغرب شوية من الموبايل، بس طير اليف طينة هسه. انا شفت انتو القرب ايش قد، لان هواي اكو قالوا طور طور ما ينطيك هالقد قرب، حتى لو كان جالس وبرا القفص ما ينطي هالقد قرب، بالقفص اي ينطي قرب بس برا القفص ما ينطي. وان شاء الله هالايام الجاية راح نخليه فد بقفص ونعيد من جديد التدريب مالته حتى يتعلم علينا. المهم ان شاء الله وصلت الفكره، احنا هسه موسم افراخ قريب، رجاء لا تصفرون للافراخ حتى ما تطلع عندكم افراخ تعبانه بلابل الاليفه تعبانه، حاولوا تخرجون صح. هسه ما شاء الله بي يعني خير من الله لسان بوكثه، بي لسان ينطبق وبي لسان زنجيل اتذكر على الطير مالتي الطور اللي خرجته جواه، ولسانات بيه هواية خير من الله. طير حلو ومرتب، وإن شاء الله كلكم تملكون نفس الشيء اللي مقبلين يريدون. هذا الزنجير مالته بس ما كمل، اللي ناويين يربون أفراخ. تحياتنا لكم.